قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وكلها يعني روايات الحديث فيها ما يبين إلى آخره. الآن يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع، يقول وكلها يعني روايات الحديث فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام، وكلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة، إلا حديث أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم، وقد جعل أحمد أصلهما، أي حديث ابن عباس وأم الطفيل، جعل أحمد أي أحمد بن حنبل جعل أحمد أصلهما واحدا كذلك. يقول وكذلك قال العلماء، هذه العبارة لا أمن، يقول هكذا قال العلماء وتحقق الإجماع ويوجد إجماع وأجمعت الأمة، كلها ادعاءات غير حقيقية لا مصداقية لها. هذا الكلام كلام ابن تيمية ينقله صاحب الدرر السنية. إذن يكمل يقول وقال في بيان تلبيس الجهمية وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام. إذن أتى بشاهدين عن ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع في صفحة 229، والمورد الثاني أتى أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع في صفحة 194. لاحظ في صفحة 194 وفي صفحة 229، لاحظ كيف يلتقطون التقاطات من هنا وهناك. ليس عنده بيان، ليس عنده نظرية، ليس عنده حكمة، ليس عنده أصول، عبارة عن معلومات التقاطية كما يحصل الآن. كل من يكتب يوجد نقاد، الناقد يجد خلل هنا يجد خلل هناك، لا يوجد عصمة، يوجد لابد من وجود خلل عند الإنسان في كل ما يكتب في كل ما يحكي. فيستطيع أي إنسان أن ينتقد، لكن هل يستطيع الناقد أن يأتي بما أتى به المنتقد؟ فالنقد غير البناء، غير التأسيس، غير التأصيل. ابن تيمية لا يمتلك الأصول، لا يمتلك المتون، لا يمتلك النظرية، عبارة عن معلومات عشوائية والتقاطات هنا وهناك، وعندما تجمع بينها تجد بينها التضارب والتعارض والتناقض والخرافة والخيال والأسطورة. سنثبت هذا كما الآن نحكي معكم عن هذا الأمر. لاحظ الآن أتى في صفحة 229 وأتى في صفحة 194، أتى بهذين الشاهدين. لاحظ الأسلوب التيمي، ماذا فعل هذا السقاف، هذا العالم، هذا التيمي، ماذا فعل هذا الموحد التيمي الأسطوري، ماذا فعل؟ لاحظ أتى بطريق أول وأتى بطريق ثاني. الآن القارئ المتلقي السائل الإنسان العامي الإنسان العادي الإنسان غير المتفقه الإنسان غير الباحث الإنسان غير المتخصص الآن ماذا يفهم من الحديث؟ الآن السؤال، هل صحح ابن تيمية الحديث أو لم يصحح الحديث؟ لاحظ يخجل أن يقول أن يأتي بالجواب، يأتي بالجواب واضحا فيقول صحح الحديث. لاحظ لا يقولون هذا، لأن يعرفون بأنهم في وهم وفي وهم وفي خرافة وفي جهل. إذا كانت عندك الشجاعة قل صحح الحديث وبعد هذا دافع عنه. ماذا أتى؟ أتى بطريق أول وأتى بطريق ثاني وأتى بمجموعة من العلماء قالوا يقولون بصحة الطريق الأول وآخرون يقولون بضعف الطريق الأول وأتى بالطريق الثاني وأتى بمجموعة أو بأشخاص أو أتى بمن قال بمن قال بصحة الطريق الثاني وأتى بمن قال بضعف الطريق الثاني. إذن لم نفهم شيئا لحد الآن. عندي طريق أول وعندي طريق ثاني، الطريق الأول فيه ألفاظ والطريق الثاني فيه ألفاظ، وهذا فيه من صححه وهذا فيه من صححه وهذا فيه من ضعفه وهذا فيه من ضعفه. إذن وأتى بكلام ابن تيمية يقول يتحدث عن هذا الحديث، أي حديث؟ أي حديث يا أصحاب الأسطورة؟ أي حديث تتحدث عنه؟ على من تضحكون؟ أي عقول تستجيب لكم؟ لاحظ كيف يخلط الأمور، لاحظ كيف يهيئ ويمهد ويؤسس للتشويش والتشويه والالتقاطية والعشوائية. سؤال، هل صحح الحديث أم لم يصحح؟ تقول صحح الحديث وبعد هذا تأتي إلى الإجابة إلى الجزء الثاني. يخجل من هذا، يعرف أنه يتبع جاهلا ليس بعالم، لا يمتلك أي ضوابط العلم وضوابط العالم وضوابط الدليل والبرهان، لا يمتلك أي أساسات، لا يمتلك أي أصول. إذن عندي حديث أتى بالتفصيل، قال طريق أول وطريق ثاني، يوجد من صحح الطريق الأول
ويوجد من ضعف طريق الأول، يوجد من صحح طريق الثاني، ويوجد من ضعف طريق الثاني. الطريق الأول فيه ألفاظ والطريق الثاني فيه ألفاظ. ذكر ابن تيمية ضمن مجموعة أسماء صحح الحديث هنا وسكت ابن تيمية ولم يأتي بقول ابن تيمية في الحديث الثاني. الآن أين قول ابن تيمية؟ أين نأخذ؟ نأخذ بهذا أو بهذا؟ صحح أو لم يصحح؟ أي لفظ من الألفاظ صحح أو ابن تيمية؟ لا يوجد جواب. طبعا بعد هذا الكلام وبعد أن يستفهم المستفهم العاقل النبيه طبعا سيقول أقصد كذا وأنا قلت صحح وذكرته ضمن الأسماء. هذه هي أساليب المخادعين. لاحظ هذا هو التعليق الأول. لاحظ في التعليق الأول نقول لاحظ العشوائية، الالتقاط، التشويش، التشويه للتضييع والتشويش على المتلقي والسامع والقارئ. هذا تعليق أول. التعليق الثاني: ابن تيمية كعادته وحقيقته لم يتصرف كعالم مجتهد، بل تصرف كمقلد غير منضبط يلتقط من هنا ومن هنا. فبعد أن استظهر أن حديث أكرم عن ابن عباس ليس كباقي الروايات، أي ليست الرؤيا في المنام، حيث قال ابن تيمية كما أتى السقاف بهذا الشاهد، يقول قال شيخ الإسلام: وكلها يعني روايات الحديث فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة، وكلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة إلا حديث أكرم عن ابن عباس، وقد جعل أحمد أصلهما واحدا، وكذلك قال العلماء.